أمثل المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي حول طلب مجلس النواب معرفة رأي المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام الوسائل الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب. ثم اعتمد المجلس قائمة مساعدات طلبة الدراسات العليا الشرعية لهذا العام والتي ضمت 40 طالبة وطالب. وأكد المجلس أن دعم الحركة الدينية العلمية في البحرين عموما ودعم طلبة الدراسات العليا الشرعية خصوصا هو من البرامج التي يحرص عليها المجلس الأعلى إيمانا منه بأهمية الاستمرار في تعزيز وتحسين مخرجات الدراسات الشرعية وتأهيل علماء الدين والأئمة والخطباء. وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عقد جلسته الاعتيادية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث رفع خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولحكومة وشعب البحرين بمناسبة حلول الذكرى 17 لإقرار ميثاق العمل الوطني وبالذكرى 50 لتأسيس قوة دفاع البحرين. وأكد المجلس أن ذكرى ميثاق العمل الوطني تعيد إلى الأذهان بكل فخر واعتزاز الرؤية الملكية الثاقبة وأجواء التضامن الوطني الصادق تحت قيادة جلالة الملك المفدى أياده الله للمضي بالبحرين نحو عهد جديد زاهر وطموح. إلى ذلك أشاد المجلس بما تحظى به الجوامع والمساجد ودور العبادة من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة، مثمنا حرص الحكومة على التوسع في بنائها وإعمارها في مختلف مناطق البحرين، وذلك بمناسبة افتتاح جامع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين الأسبق طيب الله ثراه في عواله، والذي يعد أكبر صرح ديني في المحافظة الجنوبية والذي بني بتوجيهات سامية من لدن عاهل بلاد المفدى أيده الله.